السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو جديد خاص بفضاء الرياضيات المستوى الثالث. ستجدون في هذا الفيديو التمارين الموجودة في الصفحة 24 من الكتاب المدرسي، وهي تمارين تدخل ضمن أنشطة تقويم تعلمات الوحدة الأولى ودعمها وتوليفها. نبدأ على بركة الله بالتمرين الأول. أكتب كل عدد كتابة مختصرة بالأرقام كما في المثال. مثالنا المئات 1 2 3 4، اكتبوها هنا. ثم العشرات 1 2 3 4 5 6، هنا 6، وهنا الوحدات 1 يعني 461. ثم هنا العدد الثاني اللي مطلوب منا نحسبوا عدد المئات 1 2 3، نكتبوا 3. العشرات ما عندناش، اذا 0، والوحدات 2، اذا العدد المحصل عليه هو 302. بالنسبه لهنا نحسبوا عدد المئات 1 2، ثم العشرات 1 2 3 4، ونكتبوا 4 هنا. بالنسبه للوحدات 0، اذا 240. بعد ذلك عندنا عدد مكتوبة بالحروف نود كتابتها بالأرقام، 707، إذا 7 في رقم المئات و7 رقم الوحدات والعشرات 0، 707. 880، 8 في المئات و8 في العشرات و0 في الوحدات، 880. 265، 2 رقم المئات، 95 عفوا، 9 رقم العشرات و5 رقم الوحدات، اذا 295 تكتب على هذا الشكل. ثم هنا عندنا كتابة جمعية، يعني كتابة مفككة، نحاولوا نجمعوها. بالنسبة للتلامذ ما يبقاوش غير كيشوفوا بحال هكا، اما غادي يوضعوها في جدول العد، والطريقة السهلة ديما كندربهم انهم تكون حداهم ورقة الوساخ او اللوحة او لا، باش يوضع عموديا وينجز هذا اللي كنت التلامذ النيفو ديالهم شي شوية هابط. 300 + 40 + 9 تساوي 349. 100، إذا سنكتب 1%. 60، يعني 6 ل10 سأكتب 6 في 10 هو 363. أو نوضع العملية، إذا 700 + 90 + 9 هي 799 كما هي قدامكم هنا. فيما يخص التمرين رقم 2، جي فيكتيي شاك اوبيراسيون، مطلوب مني انني ننجز كل عمليه. العمليه الاولى اللي عندنا هنا هي 36 × 3، وضعنا نبداو بالوحدات دائما. 3 × 6 تساوي 18، اكتب 8 واحتفظ به الواحد. 3 × 3 تساوي 9 + 1 تساوي 10، اذا 108. 215 × 4، 4 × 5 تساوي 20، أكتب 0 وأحتفظ بالإثنان. 4 × 1 تساوي 4 + 2 تساوي 6، 4 × 2 تساوي 8، 860. 83 × 7، 7 × 3 21، أكتب 1 وأحتفظ بالإثنان. 7 × 8 عفوا تساوي 54، 56 هنا تساوي 56 + 2 تساوي 58، 7 × 8 تساوي 56 + 2 58، 581. بالنسبة لهنا 46 × 5، 5 × 6 تساوي 30، أكتب الصفر وأحتفظ بالثلاثة. 5 × 4 تساوي 20، والثلاثة 23، إذا 46 × 5 تساوي 230. العملية الأخيرة اللي مطلوبة مني في هذا التمرين هي 57 × 6. نبدأ بالوحدات، 6 × 7 = 42، أكتب الاثنان وأحتفظ بالأربعة. 6 × 5 = 30 + 4 = 34، إذا 57 × 6 تساوي 342. آخر تمرين في هذه الصفحة هو التمرين رقم 3، زينب ديسبوز. زينب عندها 12 تفاحة، كلات شي وحدين من دوك 12 وبقاو عندها 9. بغينا نعرفوا شكون هي الكتابة الصحيحة التي تصف عدد المتبقي لدى زينب. واش 12 + 9؟ لا، واش حنا كانت عندها 12 وزدناها 9؟ لا، اذا هذه خطا. واش 12 زدنا لها شي حاجه وتعطينا 9؟ حتى هذه خطا. اذا ولكن هذه صحيحه، علاش؟ حيت كانت عندها 12 ونقصت شي وحدين كلاتهم وبقات عندها 9. اذا هذه هي العمليه اللي غتكون صحيحه، وغادي نديروا 12 - 3 تساوي 9. اذا عدد التفاحات اللي كلات زينب هما 3.